مسمن ومسمن سيجار بحشوة لذيذة جدا، مورق ومقرمش. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ماريسا سارة. وصفتنا اليوم للتغيير والتجديد في فطور رمضان سيجار بحشوة لذيذة جدا، مورق ومقرمش وبدون ورقة الباستيلا أو ورقة الفيلو، فقط بعجينة المسمن. وفي نفس الوقت وبنفس العجينة سنحضر مسمن عادي مورق ومقرمش. فطريقة التحضير سهلة وبسيطة جدا، وابقوا معنا حتى نهاية الفيديو للتعرف أكثر على طريقة التحضير خطوة بخطوة. بالنسبة للعجينة سنخلط جيدا كل من 500 غرام من الدقيق الأبيض، 250 غرام من دقيق السميد الرقيق جدا أو الفينو، ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من السكر، وملعقة كبيرة من خمارة الحلوى. ثم نضيف الماء الدافئ لجمع العجينة بالتدريج حتى الحصول على عجينة متماسكة ورطبة. بعد دهن اليدين بالزيت سنقوم بتشكيل كريات بنفس الحجم. بالنسبة للسيجار الكرية تزن 50 غرام، وبالنسبة للمسمن العادي 90 غرام. نغطي الكريات جيدا ونتركها جانبا لترتاح على الأقل لنصف ساعة ليسهل علينا تشكيلها بعد ذلك. وفي هذه الآونة سنقوم بإعداد الحشوة التي تبقى على حسب الرغبة. سأستعمل كلا من البصل، الفلفل ثلاث ألوان، واللحم المفروم. بعد نضج الحشوة نتركها جانبا لتبرد ونقوم بتشكيل المسمنات، وذلك بفرد العجينة بشكل دائري حتى تصبح رقيقة جدا. نقوم برش العجينة بخليط السمن المذاب وزيت الزيتون، ثم بدقيق السميد الرقيق جدا أو الفينو، ثم نقوم بثني طرفي العجينة إلى الداخل على بعضهما البعض بالشكل التالي. نضع خليط السمن وزيت الزيتون على طرفي العجينة مرة ثانية، ثم نشكل العجينة على شكل مربع ونضغط عليها قليلا باليد تماما كالمسمن العادي، ونكرر نفس الخطوات حتى الانتهاء من الكمية المتبقية من كرات العجين. نأخذ المسمنة التي قمنا بتشكيلها في الأول ونقوم بفردها
قليل الماء باليد بالشكل التالي. ثم بعد ذلك سنضع مقدار ملعقة كبيرة من الحشوة على الطرف المحاد لرأس المربع ونقوم بلفه بالشكل التالي، ونكرر نفس الخطوات حتى الانتهاء من الحشوة. نضع السيجار في صينية مفرشة بورق الزبدة، ثم نقوم بدهنها بصفار البيض ورشها ببذور الشيا أو السمسم أو على حسب الرغبة، وتطهى بعد ذلك في فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180 حتى تأخذ لونا ذهبيا. وفي هذه الآونة سنقوم بتشكيل المسمن العادي بدون حشوة بالطريقة التالية، وهي نفس الطريقة التي شكلنا بها المسمنات الصغار. بعد الطهي السيجار سنضعه مباشرة فوق شبك، ونمر بعد ذلك لطهي المسمن العادي. بعد دهن مقلاة غير لاصقة بخليط السمن وتركها حتى تسخن تماما، نضع بها المسمن مع التقليب المستمر حتى يأخذ اللون الذهبي من الجهتين. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الوصفة.
وسأقدم المسمن والسيجار مصحوبا بالهندباء الأنديفية لزونديف المبخرة. بالصحة والعافية. أتمنى أن وصفة اليوم تكون قد نالت إعجابكم وتجربونها. وبصحة فطوركم وسلام مع وصفة جديدة إن شاء الله.